طقس حار ستعرفها اليوم وغدا عدد من أقاليم ومدن المملكة حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 39 و43 في كل من وزان، تونات، بني ملال، فقيه بن صالح، سطات، الرحامنة، قلعة سراغنة، مراكش. كما ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع إلى غاية يوم الاثنين بمقاييس تتراوح ما بين 42 و46 درجة في كل من زاغورة، الرشيدية، طاطا، السزاق وأوسرد. شاطئ سيدي رحال نواحي العاصمة الاقتصادية يعد قبلة لا محيد عنها لعشاق الرمال الذهبية وأمواج البحر، خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. شاطئ يمتد على مسافة تناهز 8 كيلومترات ويمتاز بنظافة رماله ومرافقه المتعددة وقربه من مدينة الدار البيضاء. شاطئ سيدي رحال من الشواطئ اللي معروفه من زمان، ماشي اول مره، وانا راه تنجي ليه من الدار البيضاء. يعني كان عندنا شواطئ اخرى وكنجي لهذا، علاش؟ لانه كيتميز بواحد المجموعه ديال الحوايج اللي هي زوينه. سر ديال الجماليه ديال المنطقه ديال سيدي رحال الشاطئ، وانها كتمتاز بواحد 8 كيلومتر ديال الشاطئ، هي اللي كتعطي واحد الرونق وواحد الجماليه لهذا الشاطئ هذا، وحتى الصفاء ديال المياه ديالو حتى هي الحمد لله مزيانه، وكاينه المناطق المحروسه بزاف. كما يوفر شاطئ سيدي رحال فضاءات لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية كالبطولة الجهوية لكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى الرياضات البحرية. كيكونوا عندنا حصص تدريبية، وهذوك الحصص التدريبية هما اللي ساعدونا باش غادي نكونوا مزيانين في هذه البطولة. الشاطئ راه تبارك الله ديما كيتميز بالجمالية ديالو، وديما كيكون هو من بين الشواطئ الممتازة واللي كما كنقولوا كيفوز باللي هو الازرق. بالنسبه للانشطه اللي كدار، فكاين انشطه تحسيسيه كتقوم بها الجمعيات، وكاين النشاط الاساسي وهو الكره الشاطئيه اللي ولات الجامعه مسيب ليها سيدي رحال باش غدير فيه ملعب ديال الكره الشاطئيه، وراه فيه اول بطوله وطنيه هنا في سيدي رحال. شاطئ بمرافق وخدمات متعددة شرع في استقبال المصطافين بشكل مبكر هذه السنة. علماء البيئة يدقون ناقوس الخطر بشأن موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب حاليا مياه المحيط الأطلسي، متسببة في مجزرة غير مرئية للأجناس البحرية، حيث يتوقع العلماء أن تؤدي موجة الحرارة بالمحيطات إلى نفوق جماعي للأنواع البحرية بما فيها الشعاب المرجانية. في تشيلي تم إجلاء آلاف الأشخاص إثر فيضان نهر ماولي جراء تساقط أمطار غزيرة جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط قتيلين فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين. وتعد الأمطار الغزيرة التي تضرب جنوب البلاد الأسوأ التي تسجل في تشيلي. غطى دخان حاد مونريال بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، ما جعل هواء المدينة الأكثر تلوثا في العالم. وتوجه في عدد من مناطق كيبك تحذيرات من الضباب الدخاني كإرجاء العديد من الأنشطة وحث السكان على وضع أقنعة والامتناع عن الأنشطة الخارجية.